المباراة الحقيقة بتاعت النادي الأهلي، مباراة النادي الأهلي لعبها بتميز، يعني كان مستوى النادي الأهلي الحقيقة حاجة فرحتنا كلنا بأدائه، وكان نفسنا طبعا النتيجة إن هي تنتهي بالتعادل، إنما يمكن ربنا ما أرادش، إنما يمكن هو بيتكلموا، أنت بتتكلم من زاوية يعني هو الجزء الأول، الناس كانت بتقول ليه المنتخب لعب في قطر وما لعبش في مصر، فنفس السؤال بيوجه ليه النادي الأهلي لعب في قطر ما لعبش في مصر.